توقعاتك ايه التولي في نادي الزمالك؟ ان شاء الله يحقق نجاحات نفس النجاحات اللي حققها في 2015، بس انا نفسي بس الجمهور يعني اي تعثر يحصل يصبروا بس على الراجل، لان هو جاي في ظروف صعبه برضو. الفرقه خارجه من مشاكل وخارجه من وفقيد. لازم ندعم باقصى ما يمكن الراجل. لو اللعيبه خدت المارش بجد ولعبت بروح ولعبت بحماس ملهاش علاقه بالمدرب. المدرب ممكن لسه جاي، لسه ما يعرفش الفريق، ما يعرفش لعيبه كتير ما يعرفهاش. شايف حظوظ في الرأي مع نادي الزمالك، هينجح مع نادي الزمالك ولا مش هينجح؟ لا ما اتوقعش ان هو ينجح، خصوصا ان هو سابها في اخر فتره زي ما انت عارف، هو سابهم ورجع، وكمان يعني ملوش انسجام في الدوري المصري كتير وما نجحش في الدوري المصري كتير. هو خد دوري وكاس مع الزمالك قبل كده؟ ما خدهم، بس قعد فتره كده يعني النتائج ما كانتش حلوه عشان كده مشي. هينجح هينجح وان شاء الله يعني هيعمل اداء مشرف مع في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقه واتمنى له التوفيق، والطاقم المساعد اللي معاه ان شاء الله يساعده باذن الله، واللعيبه تساعده باذن الله. ان شاء الله يقدم مستويات كويسه، وهو كان قدم قبل كده فتره وكان دوري وكاس، وكان راجل ليه شخصيه في الملعب وفي شخصيه على اللعيبه، وان شاء الله نتمنى وجود كابتن تيجانا معاه، لان تيجانا يعني اكيد طبعا، وهو اضافه قويه جدا وشخص محترم وشخصيه قويه، وان شاء الله يوفقهم ربنا ان شاء الله. مدرب حلو وادى فتره حلوه اللي فاتت، وان شاء الله يجي الفتره اللي احنا فيها دي يقضي زوز حلو معانا ان شاء الله.